أخوانا السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أعلمكم على الجيتش حتى نفحص به السبلت غاز السبلت. طبعا هذا الجيتش اللي يستخدمه أغلب السبالت نوعيته بي ام، سعره تقريبا 35,000، 33,000، 35,000 حسب كل مكان وإلى سعره. طبعا نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، وأعلمكم عليه حتى نفحص به غاز السبلت، حتى تعرف به الغاز مال السبلت مالتك قليل متسرب من عنده غاز، غازه مضبوط عن طريق هذا الجيتش. هذا فيديو خاص للجيتش، للي ما يعرف على الجيتش أعلمه عليه وبعدين أعلمكم شلون تفحصون به. طبعا هذا الجيتش مكون من 3 صوندات، أزرق أصفر أحمر. ساعتين اللي هي جيتشات القياس، جيتش أحمر، جيتش أزرق، كاك كاك. طبعا راح أشرح لكم إياها واحدة واحدة. اللي إحنا نحتاجه طبعا بالبداية هذا، بس هذا جيتش الضغط المنخفض، الجيتش الأزرق. شغلنا كله بهذا للفحص، نفحص به الغاز، شغلنا كله بهذا. هذا ما لنا دخل به، هذا بالشحن ما لنا دخل به، يستخدم شحن الغاز هذا ما لنا دخل به. فحص الغاز هذا منه، نفحص به الغاز. طبعا هاي الصوندة هو أزرق، الجيتش أزرق يجي، قلت لكم سعره 35. هاي الساعة اللي هي الجيتش متصلة منها الصندة الزرقاء إلى أن هذا. هاي الجهة اللي بيها ولف تصير منها، والجهة اللي ما بيها ولف تنشد هنا وتنكرب، لأن هاي تظل دائمية. الجهة اللي بيها ولف هاي تنشد اللي بالسبلت، جهة السبلت هاي. هذا يسموه خط السحب، خط الضغط الواطي اللي هو هذا. هذا الجيتش، سرعة أعلمكم على الجيتش. طبعا الجيتش إذا تشوفون تقرون، طبعا وحدة قياس ضغط الغاز بالسبلت BSI. إذا تشوفون هاي راح أوقف الصورة، هاي BSI، هاي وحدة قياس الضغط مال الغاز. يعني هاي شوفون، هاي ما لكم دخل بهاي الأرقام اللي بالداخل، علينا بس بهاي اللي بالخارج، 50 100 150 200 250. هذا الضغط المنخفض، هاي الصوندة تقيس لك ضغط المنخفض، يعني تقيس به، تفحص به السبلت، غاز السبلت. إذا كان عندك نقص بالغاز نفحص عن طريق هاي الصوندة بس. بالفيديو اللي بعد إن شاء الله أعلمكم شلون تفحص به، بس هذا فيديو سريع حتى أعلمكم على الجيتش أول شيء وبعدين شلون تفحص به. هسه نجي، طبعا قلت لكم هذا اللي يشكل بالسبلت. الكاكات لازم من تفحص، لازم الكاكات مسدودة للأخير، الكاكات مسدودة للأخير. بس تقول شلون افحص؟ هو لازم هيك مسدود، لأن انت ما قاعد تشحن الغاز، انت قاعد تفحص الغاز، تكربها للأخير. هذا مكروب وهذا مكروب، تجي من نشد هذا، ان شاء الله اعلمكم بالفيديو شلون اللي بعده. من نشد هذا بالسبلت وهو مشتغل، مثل ما راح اعلمك بالفيديو اللي بعده، لازم بيشتغل السبلت. راح تشوف الجيتش راح يصعد من الصفر، يعني اذا سبلتك مضبوط، خلينا نقول ما بي نقص غاز، يعني مضبوط، بس مجرد تشيك الدورة تفحصه، راح تشوفه يصعد من الصفر للخمسين او 55 او 60. طبعا شوف هاي التدريجات، صفر، هاي الخط اللي بعده اذا شوفوا الخط اللي بعده 5، يجي 10، يجي 15 20 25. هسه هذا الخط اللي بالنص 25 الكبير، اذا شوفوا هذا واللي بعده كذلك، الان يوصل لل 50. الجيش هذا راح يصعد لل 50 او 55 او 60 او 65 حسب السبلت وحسب درجة الحرارة طبعا وحسب عمر الكمبريسر، فما يقل عن 50، من ال 65 لل 50.
هذا غازك تقريبا طبيعي مضبوط وكل شيء، ما بيه بروته طبيعية وما بيه شيء. بس إذا أقل عن 50 وأنت شاك بيه نقص غاز لأن بروته مو قوية، فهذا بيليك 100% سواء بالرادياتر أو الخارجي اللي بالقطع الخارجي اللي هو هذا يصير بيها ليك، أو بالبواري اللي يم الكمبريسر اللي مرتبطة بالكمبريسر اللي هي هنا صير بيها ليك، أو بالفلارات اللي هي تقريبا 70% من نانه اللي يصير، أو بالفلارات الليك، أو بالبواري أو بالقطعة الداخلية بالمبخر الداخلي بالرادياتر الداخلي مع القطعة الجوا مع السبلت يصير بيها ليك. فشنو من راح تفحصه راح يبين بالجيش عندك 50 أو أقل من 50 الحد، يعني مثلا لقيته 30 طبعا 100% هذا منقص غاز ليك. فلازم ايش تسوي؟ اول شيء لازم تلقى وين الليك، وين التسريب يعني، وتصلح التسريب. مثلا لقيته فرضا، يعني راح اعلمك بالفيديو اللي بعد ان شاء الله، خليكم الروابط بالصندوق الوصف اللي جوه انزل عليه نشوفن شلون راح تعرف الليك، يعني شلون اعلمك شلون تعرف الليك وين بالضبط حتى تعرف الصلحه، وبعدين أعلمك شلون تشحن غاز، وهم راح أخلي لك الفيديو بالوصف. أنت بيدك لا مصلح ولا أبد ولا شلعون قلبك، أعلمك شلون تفحص السبليت، وشلون تعرف بيه ليك، وشلون تشحنه، وشلون يرجع لك مثل الوردة. فنرجع على هذا، الجيتش الطبيعي للغاز المضبوط من 50 إلى 65 حسب نوع الغاز وحسب عمر الكمبريسر وحسب درجة الحرارة. يعني إذا درجة حرارة كلش قوية تختلف، يعني مثلا يجوز يقرأ عندك مثلا 55 أو 60، 60 مضبوط طبعا، 65 كلش مضبوط، 50 مو قاصر. يعني حسب مثلا نوع الكمبريسر، يعني إذا تعبان عندك ممكن يقرأ 50 عندك الضغط اللي هو هذا ضغط المنخفض، هاي الصوندة الزرقاء قلنا عليها، هذني ما لكم دخل، الصوندة الصفراء بعدين أعلمك عليها، مو بالشحن مال غاز اللي راح اخلي لك الفيديو مالته ان شاء الله بصندوق الوصف جوا، راح اعلمك على هاي وعلى هاي. هاي شغلنا مو يمن هسه، شغلنا بس بهاي الصوندة الزرقاء شكلها بالسبلت اللي هي هنا تشكل، تفتح هاي والفي الخدمة اللي هي طبعا راح اكمل لكم الشرح مالته بالفيديو اللي بعد ان شاء الله، تشكل هنا هو مشتغل السبلت، لازم مشتغل ما يصير ما مشتغل، لان ما يعطيك قراءه صحيحه 100%، ما يقرا صح سبلت مشتغل مضبوط وناهض. تجي تلزمه لازم ناهض، تجي تلزمه الولف الخط الازرق والشكل الشده بسرعه راح يطلع عندك قراءه، هنا راح تطلع قراءه مثلا قراءه عندك 40 100% بيليك، او يعني تسريب، قصدي تسريب مسرب غاز مثلا من الفيلرات او من القطعه الداخليه او من القطعه الخارجيه او من البوري مثلا طاخي او فتشي صار بيليك وصار عندك تسريب. لازم شو تسوي؟ قلنا تصلح الليك وبعدين تشحن غاز. بس القصد انت عرفت انه بيدك، انت عرفت بدون ما تجيب احد او فتشي، عرفت بيدك انه بي نقص غاز يعني بيليك، فحصت الغاز تأكدت انه بينقص او ما بينقص غاز ان شاء الله، ويطلع عندك الجيج مضبوط 60 أو 65 أو 55 أو 50 قلت لكم حسب. ان شاء الله ماكو ونطولت عليكم، وراح اخليكم باقي الفيديوهات والروابط مالتها باسفل صندوق الوصف. اذا كنت اول مرة اشوفني ان شاء الله سجل اشتراك بالقناة، وانا ممنون منكم. السلام عليكم ورحمة الله.